انا كنت مرعوبه من احمد اتجوز منى، اول حاجه كنت هعملها وكوميدي، وانا مش كوميديانه اصلا يعني، مش انا البنت اللي بقى بتسخسخ يعني الناس يعني، دمي مش خفيف للدرجه يعني. كنت خايفه جدا يطلع دمي تقيل بقى مش انا مش فرس خالص يعني، فكنت قلقانه بس هما طمنوني، وده اللي حصل الحمد لله، انه قالوا لي انت مش مطلوب منك تعملي ده خالص، هي كوميديا الموقف. انا بحب الحاجات اللي هي كوميديا الموقف يعني، حاسه اني اتعملت كويس. وجالي بعدها بقى عروض كوميدي كتيره جدا، لدرجه ان انا بقى قعدت كتير قوي يعني، جالي حرمت يا بابا، بعدين جالي مسلسل تاني، وابتدى يتعرض عليا كوميدي بس، وانا قعدت فتره كبيره ما بعملش، ما اشتغلتش، عشان عايزه اقول الناس لا انا مش بقى خلاص هتحبسوني في الحكايه دي يعني، انا عايزه اعمل حاجات تانية. بس يعني غيرت، ودلوقتي بقى نفسي اعمل كوميدي، لانه فعلا كوميدي لطيف، وكتير بيقولوا لي ان انا يعني انفع اعمل كوميدي، فلازم اركز في موضوع الكوميدي ده. وشوشة، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org